حبايبي طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم مرة تانية في جرامر مهم جدا الترم ده، وهو التعبير عن الضرورة وانعدام الضرورة وكمان التعبير عن الإلزام والتحريم. طبعا مهم جدا إزاي أعرف أعبر عن الضرورة، يعني لما يكون الشيء ضروري إن شخص يعمله أقول إيه، ولما يكون مش ضروري برضو أقول إيه، ولما يكون محرم برضو أقول إيه. معلش هو الدرس ممكن يكون طويل شوية لكن أكيد هتستفيد إن شاء الله. تعال نشوف إزاي بعبر عن الضرورة في المضارع والماضي، وإزاي برضو بعبر عن الضرورة وانعدام الضرورة في المضارع والماضي، وازاي بعبر عن التحريم. تعال الاول نتكلم عن الضرورة في المضارع، يعني لما الشيء يكون ضروري في المضارع هتكلم ازاي. قال لي لما الشيء يكون ضروري في المضارع بالنسبة لشخص بستخدم have to, has to, and must. تاني have to, has to, and must. طب انت بستخدم have لما يكون الفاعل بتاعي I, we, they, you واسم جمع. طب انت بستخدم has؟ قال لي لما يكون هي شي ات ومعايا اسم مفرد. طيب must؟ قال لي must بتيجي مع كل الاسماء والضمائر. ومعنى يا جماعه ان الشيء ضروري معناها اتس نيسيسري. تاني معنى ان الشيء ضروري معناها ان اتس نيسيسري، وكلمه نيسيسري معناها ضروري. تاني كلمه نيسيسري معناها ضروري. طيب فور اكزامبل، على سبيل المثال لما اقول لي منى از ليت، البنت منى دي متاخره، واللي شي must or have or has to take a taxi. لاحظ ان موجودين الثلاثة في الاختيارات must, have, and has، بس خلي بالك ان هو ساب لي to بره. to سابها لي بره، معناها ان انا ما ينفعش ابدا اخد must. ليه؟ لان must ما يجيش معاها to شكل ما قلنا. يبقى اذا الاختيار بتاعي هيكون يا have يا has. عشان اخد have او has يبقى لازم ارجع للسبجكت بتاعي، الفاعل بتاعي اللي هو she. طب she يا ترى بتاخد have ولا has؟ هقول لك لا، she بتاخد has. عشان كده هقول she has to take a taxi. تاني she has to take a taxi. she has to take a taxi يعني هي ضروري تاخد تاكسي، يعني it's necessary for her to take a taxi، يعني من الضروري ليها ان هي تاخد تاكسي. تعال نشوف المثال التاني. you must have has follow the school rules، يعني انت يجب ان انت تتبع قواعد المدرسة. طيب لما اجي اشوف هنا هلاقي ان have و has مفيش هنا مين؟ to. وطالما ما فيش تو ما اقدرش انا اخد هاف وهاز للتعبير عن الضروره. ليه؟ لان هاف وهاز لازم يجي وراهم تو بلس الانفينيتيف، تو زائد المصدر. فاذا انا هختار ماست. سو يو ماست فولو ذا سكول رولز. تاني يو ماست فولو ذا سكول رولز. يبقى في الاختيارات هبص تلاقي سايب تو بره، فبالتالي انا بختار هاف او هاز، او انه مش جايب تو فبالتالي انا هختار ماست. ومعنى ان يقول لي يو ماست فولو ذا سكول رولز معناها ان يو هاف تو، معناها ان you have to follow the school rules معناها it's necessary يعني من الضروري to follow the school rules. طب تعال نشوف المثال ده وبيجيلي ازاي في الرايت. بيقول لي رامي has to study for the exam. تاني رامي has to study for the exam يعني رامي مضطر ان هو يذاكر للامتحان او ضروري ان هو يذاكر للامتحان. بيجيب لي جملة شكل دي ويقول لي استعمل لي necessary. necessary يعني ضروري. طبعا انا عارف التركيبة بتاعت necessary لازم ابدأ فيها ب it is، يعني مش هقول necessary فقط وابدأ بيها. يبقى اذا هقول it is necessary يعني من الضروري. طبعا it's necessary، طبعا لو انا هجيب لي مين قال لي لازم اجيب قبله حرف الجر for. so it's necessary for رامي يعني من الضروري لرامي. تاني it's necessary for رامي، يبقى هو لما قال لي استعمل necessary بدأت ب it's necessary for رامي، واجيب to plus الانفينيتيف يعني to study for the exam. to study for the exam يعني من الضروري ان رامي يذاكر للامتحان. يبقى تاني لما اقول رامي has to study for the exam هيها it's necessary for رامي to study for the exam، او ان هو يجيب لي العكس يعني يقول لي it's necessary for her to tidy her room. طبعا لما يجيب لي it's necessary في الاول ويقول استعمل has to او have to او must، لازم اشوف هنا هو من الضروري لمين. قال لي من الضروري for her، من الضروري لها. ليه؟ لان هي اللي انا هاخدها وابدا بيها كفاعل. طب ضمير الفاعل من her she، يبقى لازم ابدا بمين؟ بشي. طب لو قال لي it's necessary for him يبقى هبدا به، لو قال لي it's necessary for them يبقى هبدا بذاي. طب لو قال لي it's necessary for any now لاي اسم مثلا، it's necessary for احمد هقول هبدا باحمد، it's necessary for منى يبقى هبدا بمنى. طيب يبقى هنا هبدا بشي. هو عايز مين يا حبايبي؟
has. طبعا كده كده it's necessary for خلاص راحت، يبقى اذا هقول she has واجيب وراها to. So she has to واجيب المصدر من الفعل she has to tidy her room. She has to tidy her room. يبقى تاني لما يجيب لي it's necessary for someone to do something يعني من الضروري لشخص ان هو يفعل شيء، معناها ان الشخص ده must or have to or has to do this thing. طيب تعال نشوف مثال تاني بيقول they have to walk fast to catch the bus. تاني they have to walk fast to catch the bus. طبعا هنا ممكن يجي يقول استعمل لي must عادي جدا. لو قال لي استعمل لي must كل اللي انا هعمله هشيل have to واحط مكانها must. طب ساعات بيقول لي ابدا بإت، فالناس تقول ايه يا مستر إت دي؟ هو في حاجه اسمها ابدا بإت؟ قال لي ايوه، معناها ان بيقول لي ابدا بإتس نيسيسري. يعني لو قال لي ابدا بإت ما تستغربش، هي إتس نيسيسري. يبقى اذا عشان استعمل إتس نيسيسري مكان هاف تو هبدا بيها، يعني اقول إتس نيسيسري. طيب فور، هنا بعد فور بجيب ضمير المفعول. ضمير المفعول من مين؟ من they اللي هو them. So it's necessary for them واجيب to زائد المصدر يبقى to. It's necessary for them to walk fast ولو عايز اكمل اقول to catch the bus، يعني من الضروري ان هم يمشوا بسرعة عشان يلحقوا الاتوبيس. يبقى دي الطريقة اللي انا بستخدمها لو جاب لي have to او has to او must وقال لي استعمل it's necessary، او العكس لو جاب لي it was necessary وقال لي استعمل have to or have to or must. تعال بقى نشوف ازاي بعبر عن necessity في الباست في الماضي. قال لي لما عبر عن الضرورة في الماضي يعني الشيء كان ضروري في الماضي بستخدم had to، و had to بتساوي it was necessary يعني كان من الضروري. يعني لو انا قلت احمد had to take the medicine، احمد اضطر انه ياخد الدواء، معناها it was necessary for احمد to take the medicine. تعال نشوف المثال ده. He was late يعني هو كان متأخر. So he have has must had to take a taxi، عشان كده اضطر ان هو ياخد تاكسي. طبعا لما اشوف الكلام هنا هلاقي ان في was، was دي معناها ان الكلام في الماضي. يبقى اذا have و has و must ما لهمش اي لازمه في الجمله دي. يبقى اذا كلامي في الماضي فهقول so he had to take a taxi. So he had to take a taxi يعني اضطر ان هو ياخد تاكسي. طيب بيجي لي في الرايت ازاي؟ باول حاجه لو شفت اي علامه من علامات الماضي فانا باخد had to مش باخد have ولا has. طيب تاني حاجه يجيبها لي في الرايت يعني يجيب لي جمله بهاد تو نستعمل necessary. necessary يعني ضروري، فقال لي هقول ان كان من الضروري. طيب اذا هقول it was necessary for. طب قلنا ايه اللي بيجي بعد for؟ ضمير مفعول. طب مين؟ قال لي من he اللي هو him. so it was necessary for him واجيب to زائد المصدر. so to take a taxi. So he was late. It was necessary for him to take a taxi. يعني كان من الضروري ان هو ياخد تاكسي. او انه يجيب لي العكس يعني يقول لي it was necessary for احمد to take the medicine. يعني كان ضروري ان احمد ياخد الدواء. ويقول لي استعمل لي had. تاني يقول لي استعمل لي had. قال لي عشان استعمل had يبقى لازم اشيل it was necessary for وبعدين اجيب الفعل بتاعي اللي هو احمد. فاذا هقول احمد. احمد ماله؟ هقول احمد had to. تاني احمد had to وبعد had to بجيب الانفينيتيف بتاع المصدر اللي هو take. so احمد had to take the medicine. تاني احمد had to take the medicine يعني احمد اضطر ان هو ياخد الدواء او كان من الضروري ان هو ياخد الدواء. ودي الطريقه اللي انا بعبر بيها عن الضروره في الماضي اللي هو had to اللي بتساوي it was necessary. باخدها امتى؟ لما اشوف اي علامه من علامات الماضي. تعالوا بقى نشوف ازاي بعبر عن انعدام الضروره والتحريم في المضارع والماضي. تعال نشوف هنا اول حاجه ازاي بعبر عن انعدام الضروره. وانعدام الضروره معناها ان الشيء مش ضروري بس انا ممكن اعمله. وهنا لازم افرق بينه وبين التحريم. يعني احنا قلنا في المضارع ان must ساوت have to ساوت has to لان كلهم بمعنى ان الشيء ضروري. طيب هل في النفي بتساوي؟ قال لك لا طبعا، لان don't have to doesn't have to معناها ليس من الضروري ان تفعل الشيء، يعني معناها it's not necessary. طيب هل mustn't معناها it's not necessary؟ قال لك لا طبعا،
لأن mustn't لا تفيد إلا التحريم، معناها إن الشيء محرم. طب هل في فرق بين إن الشيء محرم والشيء مش ضروري؟ قال لي أيوه، شيء مش ضروري معناها إن أنا ممكن أعمله، لكن لما يقول الشيء محرم يبقى أكيد في ضرر هيقع فمش ممكن أعمله. فعشان كده بنقول إن don't have to doesn't have to بتساوي it's not necessary، أما mustn't بتساوي it's not allowed، غير مسموح. It's forbidden، ممنوع. It's prohibited، محرم. It's against the law، ده ضد الايه؟ القانون. وطالما ان هو ممنوع او محرم او ضد القانون يبقى مش ممكن اعمله، لكن don't have to doesn't have to عادي ممكن اعمله بس هو مش ضروري. تعال نشوف المثال البسيط ده. بيقول it's too early، يعني الجو لسه بدري. احمد ايه؟ take a taxi. فمديني don't have to doesn't have to و mustn't take a taxi. طيب طالما الجو بدري يبقى احمد مش ضروري ان هو ياخد تاكسي. قايل له ايوه، بس هل اقدر احرم عليه انه ياخد تاكسي؟ قال لي لا عادي جدا، يعني لو خد تاكسي مش مشكله. طيب فاذا هنا ده بسميه انعدام ضروره مش تحريم، يعني ما اقدرش احرم عليه انه ياخد تاكسي، فهقول mustn't غلط. طيب يبقى لي don't have to doesn't have to، لازم ارجع فيها للفعل اللي هو احمد، واحمد ياخد doesn't. so احمد doesn't have to take a taxi. تاني احمد doesn't have to take a taxi، ليه؟ لانه مش ضروري، بس لو خد تاكسي مفيش مشكله. تعال نشوف المثال التاني. it's holiday، يعني اجازه. ساره ايه؟ get up early. ومديني don't have to doesn't have to و mustn't. طبعا الناس بتجري على mustn't تقول انهم الثلاثه متساويين، هقول لك لا، don't have to doesn't have to معناه ان الشيء مش ضروري بس ممكن اعمله، لكن mustn't محرم علي اعمله. طيب فلما اقول it's a holiday ساره ايه؟ get up early. هقول له يا don't have to يا doesn't have to. طب ساره مفرد فتاخد doesn't have to، ايه ده مثلا؟ يعني ما اقدرش اقول mustn't؟ قال لك لا، ما اقدرش احرم عليها انها تصحى بدري، يعني لو صحيت بدري عادي جدا مش هيحصل اي ضرر. لكن تعال نشوف بقى المثال التالت ده. بيقول لي يو ايه؟ سموك ان هوسبيتالز، تدخن في المستشفى. طبعا التدخين في المستشفيات اكيد ده شيء ضد القواعد وضد القوانين وكمان محرم، فبالتالي لازم اقول يو mustn't. هنا ما اقدرش اقول don't have to ولا doesn't have to. ليه؟ لان لو قلت don't have to doesn't have to معناها ان هو مش ضروري بس عادي انا ممكن ادخن، وده طبعا غير مسموح به في المستشفيات، فبالتالي لازم اختار كلمه mustn't. طب بيجي لي ازاي يا مستر في الرايد؟ بيجي لي بالمنظر ده، بيقول it's not necessary for Mona to get up early. يبقى لاحظ ان الكلام هنا كلام منفي مش مثبت. قول استعمل have. هنا اوعى تجيب كلام مثبت، يعني اوعى تقول have to has to، لازم اقول don't or doesn't have to. طيب نفس الفكره تقريبا، هشيل it's not necessary يعني ليس من الضروري، وابدا اجيب الفاعل بتاعي اللي هو منى. طيب منى دي اشوف هتاخد don't ولا doesn't؟ هقول بتاخد doesn't. so منى doesn't have to go up early، يعني منى مش مضطرة ان هي تصحى بدري، بس لو صحيت عادي جدا مش هيحصل اي ضرر. طب تعال نشوف المثال التاني. المثال التاني بيقول لي they don't have to take a taxi، مش مضطرين ان هم ياخدوا تاكسي. بيقول لك استعمل لي it's necessary. necessary هنا الجملة منفية مش مثبتة، فما اقدرش اقول it is، لازم اقول it is not. it is not necessary، خلي بالك لازم وجود نفي. It's not necessary لأن الشيء مش ضروري. ليه؟ لأن قال لي don't have to. طب it's not necessary for me، هقول for them. أنا قلت بعد for بجيب ضمير مفعول، يبقى it's not necessary for them to إيه؟ قال لي to take a taxi. تاني to take a taxi، يبقى it's not necessary for them to take a taxi. أو إنه يقول لي you mustn't smoke. هنا بقى في تحريم، you mustn't smoke in a petrol station، يعني محرم عليك أو لا يجب إن أنت تدخن في محطة الوقود أو اللي إحنا بنقول عليها البنزيمة. وبقول استعمل it، قال لي طالما قال لي استعمل it فأنا لازم أجيب حاجة من اللي بتساوي mustn't. طب يا ترى هقول it's not necessary؟ هقول لك لأ، لازم أقول it's not allowed، it's forbidden، it's prohibited، it's against the law. اي واحدة من دول هي اللي بتساوي mustn't مش it's not necessary. فاذا هقول it is not allowed for you، يعني مش مسموح لك، it's not allowed for you to smoke in a petrol station، يعني غير مسموح ليك ان انت تدخن في محطة الوقود. او it's forbidden to smoke in a petrol station، or it's prohibited
to smoke in a petrol station or it's against the law يعني ضد القانون to smoke in a petrol station او انه يجيب لي العكس يعني يقول it's not allowed for Sarah to come late مش مسموح لسارة ان هي تيجي متأخر اكيد لان ده تبع قواعد شغل فبالتالي بقول استعمل mustn't هشيل it's not allowed for وابدأ بالفعل بتاع اللي هو سارة طيب سارة مالها هقول سارة mustn't طب mustn't بيجي وراها مصدر بدون to يبقى سارة mustn't come late Sarah mustn't come late طيب قال لي بقى انعدام الضرورة في الماضي قال لي لما اجي اعبر عن انعدام الضرورة في الماضي بستخدم didn't have to تاني بستخدم didn't have to طيب didn't have to هتساوي مين قال لي هتساوي it was not necessary تاني it was not necessary يعني ما كانش ضروري لاحظ ان الكلام بقى في الماضي هنا بقى didn't وهنا بقى wasn't يعني لما يجي يقول لي هلا wasn't late هلا ما كانتش متأخرة so لذلك she ويقول لي يا ترى don't ولا doesn't ولا didn't have to take a taxi يعني سارة ما كانتش متأخرة عشان كده ما اضطرتش ان هي تاخد تاكسي حولك الكلام هنا في زمن ايه؟ هتقولي في زمن الماضي طيب طالما في زمن الماضي قال لي ما ينفعش اختار don't ولا doesn't هختار didn't so هلا didn't have to take a taxi فيجيب لي الجملة بكده بالمنظر ده هلا wasn't late so she didn't have to take a taxi وقول لي استعمل لي كلمة necessary يعني necessary يعني ضروري طيب هل انا استعمل ضروري ولا مش ضروري هقول ما كانش ضروري ليه لان الجمله منفيه يبقى هبدا بيت عادي خالص بس هجيب wasn't اوعى تجيب isn't so it wasn't necessary يعني ما كانش ضروري for مين ها قال لي for هالة يعني ما كانش ضروري لهالة وهجيب to زائد المصدر it wasn't necessary for someone to do something so it wasn't necessary for هالة to take a taxi It wasn't necessary for هالة to take a taxi يعني ما كانش ضروري ان هالة تاخد تاكسي او ان هو يجيب لي العكس يعني يقول لي It wasn't necessary for هالة to take a taxi يقول لي استعمل have طبعا هنا الناس بتفكر مضارع هقول لك لا طبعا هنا النفي في الماضي فهقول سارة didn't have to take a taxi يعني سارة ما اضطرتش ان هي تاخد تاكسي وبكده يبقى انا قدرت افرق بين انعدام الضرورة في المضارع والماضي والتحريم طبعا التحريم بيبقى بmustn't انما انعدام الضرورة بيبقى بdon't or doesn't have to تعال نشوف بقى ازاي بتجيلي الضرورة في السؤال طبعا في السؤال في المضارع قال لي هيبدأ بdo او does مع have to يعني كده كده في السؤال مش هلاقي has to هلاقي do او does وبعدين السبجكت الفعل بتاعي بعدين have to وبعدين جاء وراهم المصدر او ان يبدأ بكلمة must ومust هنا ما بيجيش وراها to يعني هجيب له must وبعدين الفعل وبعدين المصدر وكل ده بيساوي is it necessary قال لي يعني بعد ما كانت it is الموضوع كله اللي انا خليتها سؤال فبقت is it يعني مثال لما يجي يقول لي does هاني have to get up early يعني هل هاني مضطر ان هو يجي بدري ويجي يقول لي استعمل لي necessary قال الموضوع بسيط جدا هو ان انا خلاص بقى سؤال ما بقتش جملة خبرية فبالتالي بدل ما هي كانت it's necessary هتبقى is it فاذا هقول is it necessary تاني is it necessary for مين هقول for هاني طيب ان هو يعمل ايه يبقى هقول to زائد الانفينيتيف يبقى is it necessary for هاني to get up early تاني is it necessary for هاني to get up early يعني هل هاني مضطر ان هو يصحى مبكرا او ان يجيب لي العكس يقول لي is it necessary for احمد to wear the uniform يعني هل ضروري ان احمد يلبس الزي بتاعه ويجي يقول لي use must طبعا طالما ده سؤال يبقى هبدا بmust نفسها لان must هو الهيلبنج فيرب الفعل المساعد بتاعه والمودال فيرب بتاعي فاذا هقول must بعد كده اجيب السبجكت بتاعي الفعل بتاعي اللي هو احمد يبقى must احمد طب هل هجيب تو قال لي لا طبعا لان must ما يجيش وراها تو زائد المصدر must بيجي وراها المصدر على طول فهقول must احمد ها where
تاني مصدر أحمد wear the uniform. تاني مصدر أحمد wear the uniform. تاني مصدر أحمد wear the uniform. طب يا مستر لو قال لي استعمل لي have. لو قال لي استعمل لي have قلنا في السؤال بتاعي اوعى تبدأ ب have و has. هبدأ ب do or does. طيب أحمد ده ياخد do ولا does؟ هقول هياخد does. فإذا هقول does. طب does أحمد أقول has to يا مستر؟ قال لك لا، طالما جبت does لازم أجيب وراها المصدر. يبقى does أحمد have to وكمل wear the uniform. تاني does احمد wear have to wear the uniform، يعني هل احمد مضطر ان هو يلبس الزي الموحد بتاعه او الزي بتاعه. يبقى دي الطريقه اللي بيجي لي في السؤال، يا اما هيبدا بدو does مع have to، يا اما هيبدا بمصدر، والاثنين بيساووا is it necessary. طب قال لي لو في الماضي، قال لي في الماضي يبقى اذا هيبدا بديد وبعدين يجيب لي السبجكت الفاعل بتاعي وبعدين يجيب لي هاف تو. يبقى لاحظ دايما في السؤال والنفي بلاقي هاف تو ولا بلاقي هاز تو ولا بهاف تو ولا الكلام ده. تاني في النفي والسؤال بلاقي هاف تو لان بستعمل دو او داز او ديد او دونت او دازنت او ديدنت. طب والكلام ده بيساوي ايه؟ قال لي الكلام ده بيساوي واز ات نيسيسري. خلي بالك واز ات necessary يعني هل ده كان من الضروري، عشان تبقى برضو الصيغة صيغة سؤال. فلما يجي يقول لي did you have to tidy your room، يعني هل انت كنت مضطر انك تنظف الغرفة بتاعتك؟ قول لي استعمل لي necessary. necessary يعني ضروري. طب قال لي طالما هي سؤال فلازم برضو تيجي سؤال. تاني طالما هي سؤال فلازم تيجي سؤال. طالما قال لي did you have to يبقى اذا هبدأ ب was it، وخلي بالك لان الكلام في الماضي فحش ابدأ ب is، فاذا هقول was it. طيب was it ها necessary؟ Was it necessary for me? For you. احنا قلنا you تمشي ضمير فاعل وتمشي ضمير مفعول. يبقى was it necessary for you واجيب to زائد المصدر. So to tidy your room يعني هل كان من الضروري ان انت تنظف الغرفة او العكس. اجي اقول لك was it necessary for سما to wash the dishes، يعني هل كان ضروري ان سما تغسل الاطباق؟ واجي اقول لك استعمل لي هاف. طبعا الناس بتستغرب ايه هاف دي يا مستر؟ هقول لك ما هو في السؤال كده كده اللي بيجي هو هاف، لان هنا هسال بكلمه ديد، فاذا هقول ديد. طب ديد مين؟ يبقى هجيب الفعل بتاع اللي هو سما. سو ديد سما. طيب واجيب هاف تو يعني ديد سما هاف تو، هل سما كانت مضطره؟ اجيب المصدر بتاعي واش the dishes يعني هل سما كانت مضطرة ان هي تغسل الاطباق. وطبعا بالطريقة دي يبقى انا قدرت اعبر عن الضرورة وانعدام الضرورة في المضارع والماضي، وكمان ازاي بستخدمهم الاتنين في السؤال. تعالوا بقى نشوف التدريبات على الكلام ده في كتاب جيم وكتاب المعاصر. تعالى نبدأ بتدريبات كتاب المعاصر page 250 صفحة 250. بيقول لي I remember to turn off the lights before going to bed. هنا معناها أنا لازم أفتكر إن أنا أطفي النور قبل ما أروح أنام. طبعا هنا لازم أو يجب، يا إما must يا إما have to يا إما has to، هنا مش مديني غير must. اللي بعدها بيقول لي long ago tennis players ate to wear special shoes on tennis courts. طبعا في الماضي عرفنا إن لعيبة التنس ما كانوش بيلبسوا حذاء أو ما كانوش مضطرين إن هم يلبسوا حذاء. طبعا هنا ago اللي من علامات الماضي يبقى إذا don't doesn't must كل ده ما ينفعش، يبقى المفروض اخد didn't have to. اللي بعدها بيقول لي what must you eat in the evening. طبعا قلنا يا جماعه must بيجي وراه المصدر بدون to، فبالتالي what must you do. طب اللي بعدها بيقول لي what did you do before you came to school yesterday. طبعا الكلام في الماضي وانا قلت لما اجيب did لازم فعل يرجع لمصدره، فبالتالي لازم اقول have to. have to طب ما ينفعش اجيب must؟ قال لي لا طبعا must ما ينفعش اسال عنها بdo او does او did. اللي بعدها نمبر 5 بيقول you take photos here it's forbidden. وانا forbidden يعني ممنوع غير مسموح به، هنا ما اقدرش اجيب don't have to ابدا، لازم اختار mustn't لان قال لي ده ممنوع. لكن don't have to قلنا معناها مش مضطر بس لو عملته عادي. تعال نشوف نمبر 6 بيقول لي هانا اي جو تو ذا هوسبيتال يسترداي. طبعا يسترداي من علامات الماضي، اذا هاخد had to. had to
اللي بعدها بيقول لي you study biology to join the faculty of medicine. انت لازم تدرس بيولوجي عشان تلتحق بكلية الطب. طبعا هنا لازم يبقى must, so you must study biology. اللي بعدها بيقول لي سلمى ايه wear glasses because she can't see, because she can't see, لانها ما بتقدرش تشوف. خلي بالك ان كانت دي مضارع, يبقى اذا سلمى has to. طبعا سلمى بتاخد has ما بتاخدش have. اللي بعدها بيقول لي you eat drink water from the canal, it's dangerous. طالما قال لي ان هو خطير يبقى اذا هنا لازم اقول mustn't, يعني الكلام ده فيه تحريم. اللي بعدها بيقول لي tennis players eat to hit the ball with their hands before they used rackets, قبل ما كانوا يستخدموا المضارب. اذا الكلام في زمن الماضي فلازم اختار had to. تاني لازم اختار had to. طيب تعال نشوف الرايت. قول it's important to, it's important to, yeah it's necessary to, يعني من الضروري ان, to turn off the lights before going to bed. قول استعمل must. طبعا هنا مش محدد لي لمين, يبقى هبدا بيو عادي خالص, يبقى يو. طب يو ايه؟ يبقى اذا هقول يو must. must هجيب وراها المصدر, يبقى you must turn off the lights, يعني لازم تطفي النور before going to bed. The next بقول it's necessary, من الضروري for her, هنا جاب لي بقى المين, for her to finish the project on time, انها تنهي المشروع في الوقت المحدد. بقول لي ابدأ بشيء. طبعا هنا انا اما اقول she has to, يعني هي مضطرة ان, لان الكلام ده مضارع, or she must, واجيب وراها finish, الفعل اللي في المصدر, finish the project on time. تعال نشوف number 3. بقول it's against the law to park here, it's against the law to park here. قول يا جماعة against the law يعني ضد القانون, وضد القانون ما ينفعش اقول ان هو انعدام ضرورة, لا, ضد القانون معناها ان لازم نستخدم mustn't. طيب هو بيقول لي اصلا نستعمل mustn't. طيب it's against the law, مش مديني المين, يبقى هبدأ بيو عادي خالص, يبقى you mustn't, you mustn't park here, لان ده تحريم. تعال نشوف اللي بعدها number 4. it's necessary, من الضروري to go to school on time, يعني من الضروري انك تذهب الى المدرسة في الوقت المحدد. وهنا بيقول لي استعمل لي have to, يبقى اذا هبدأ بيو واقول you have to go to school on time, يعني من الضروري انك تذهب للمدرسة في الوقت المحدد. طيب تعال نشوف number 5. بيقول it's necessary to help your parents, يعني من الضروري انك تساعد والديك. طبعا هنا هبدأ برضو بيو وقول يو, وحط وراها must, يبقى you must, الفعل بتاعي في المصدر, you must help your parents. تاني you must help your parents, يعني انت لازم تساعد والديك. تعال نشوف number 6. بيقول it's a must, خلي بالكوا كلمة a must كناون معناها ضرورة. بيقول لي هي ضرورة to follow the rules, have, يبقى اذا هقول you have to follow the rules, you have to follow the rules. طيب اللي بعدها بيقول لي she has to see a doctor, she is very sick. طبعا has to الكلام ده في المضارع, فاذا هبدأ ب it is necessary, so it's necessary. طب ضروري لمين؟ يبقى for, واجيب ضمير مفعول her, it's necessary for her to see a doctor, واكمل عادي خالص because she is very sick. طب تعال نشوف number 8. بيقول لي is it necessary to get up early, هل من الضروري انك تستيقظ بدري؟ تقول استعمل do, طبعا ده سؤال, يبقى اذا هبدأ بdo, والفعل بتاعي اكيد هيكون you, يبقى do you. طبعا do بيجي مع مصدر, يبقى do you have to. طب ينفع اقول do you must؟ قال لي لا طبعا, يبقى do you have to get up early, يعني هل من الضروري انك تصحى مبكرا؟ اللي بعدها بيقول لي it isn't a must, يعني ليست ضروره, to buy flowers for her, برضو الكلام هنا مضارع, يبقى اذا هقول you don't have to buy flowers for
حلو. تعال نشوف الكلام ده في كتاب جيم. نمبر 1 بيقول لي what did you eat do before you came to school this morning. طبعا قلنا حبايبي طالما في did يبقى لازم الفعل في المصدر، فلازم اقول what did you have. What did you have. The next بيقول لي I couldn't go to the park yesterday because I to finish my homework. خلي بالك yesterday من علامات الماضي، فلازم اقول because I had to finish. Had to finish. مثلا ما ينفعش اقول كود، هقول لك لا طبعا، لان كود ما يجيش وراه تو زائد المصدر ويبقى المعنى خاطئ كمان. اللي بعدها بيقول لي يو اي دو ذات اتس اجينست ذا لو. قلت يا حبايبي لما اقول اتس اجينست ذا لو يعني ضد القانون، وضد القانون يبقى لازم اقول mustn't. تاني لازم اقول mustn't. ايه ده مثلا ما ينفعش اقول يو دونت هاف تو، هقول لك لا، لان يو دونت هاف تو معناها انت مش مضطر، بس لو عملته عادي. ذا نيكست you need to get a passport to travel to other countries. طبعا هنا في to، وطبعا انت مضطر لازم يكون معاك، فما ينفعش اجيب must، لازم اجيب have. So you have to get a passport. The next he wash his hands before he eats. طبعا ده الزام وضرورة، فلازم اقول he must wash his hands. ما ينفعش have to، اقول لك لا he بتاخد has to. The next Dalia cleaned the house as her sister had cleaned it. بيقول لي خلاص اختها نظفته او نظفت البيت. فاذا داليا ما ينفعش اقول طبعا mustn't، لان ما اقدرش احرم عليها انها تنظف، لكن اقول داليا didn't have to. didn't have to يعني ما كانتش مضطره انها تنظف البيت، لان اختها بالفعل نظفت البيت. تعال نشوف الراي كده. بيقول لي it's unnecessary. لاحظ ان دي unnecessary. unnecessary يعني ليس من الضروري. بيقول لي ان ليس من الضروري for him to lose weight، مش من الضروري ان هو يفقد الوزن. وبيقول لي استعمل have to. طبعا هنا اكيد هيبقى نفي. طب نفي في المضارع ولا في الماضي؟ في المضارع طبعا عشان دي it is. فاذا هقول he دي جبتها منين؟ من him. يبقى اذا he. طب he don't or doesn't؟ هقول he doesn't. طب doesn't بيجي وراها have to، يبقى he doesn't have to. So he doesn't have to lose weight. He doesn't have to lose weight. And the next, it's against the law. Against the law يعني ضد القانون. To drive a car without a license. طالما ضد القانون كده كده هيقول استعمل mustn't. فهبدأ بيو وأقول you mustn't drive a car without a license. يعني غير مسموح ليك او لا يجب ان انت تقود السيارة بدون رخصة. اللي بعدها بيقول it's necessary to get a passport to travel abroad. طبعا ضروري ان يكون معاك جواز سفر عشان تسافر الخارج. بيقول استعمل must، فاذا هشيل it's necessary وابدأ ب you واجيب must اللي هي بتعبر عن الضرورة او الالزام، واقول you must get، لان must بيجي وراها مصدر، must get a passport to travel abroad. هنشوف number 4. she isn't late. it's not necessary. ليس من الضروري for her to hurry. بقول لي ليس من الضروري ان هي تسرع، لانها مش متأخرة. طيب هو بقول لي استعمل have to، يبقى هقول عادي خالص she isn't late يعني هي مش متأخرة. she doesn't have to hurry يعني هي مش مضطرة ان هي تسرع. اللي بعدها must I take a taxi. خلي بالك السؤال هنا بmust، بقول استعمل do، يبقى اذا do او does دي معاهم have to. فاذا هقول do I have to take a taxi. Do I have to take a taxi؟ وانا مضطر اخد تاكسي؟ يعني هل يجب ان اخذ تاكسي؟ Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو لسه ما فعلتش الجرس انزل فعل الجرس واشترك عشان يوصلك الباقي ان شاء الله. واوعى تنسى صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.